بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو سوف نتعرف على كيف تحصل على هاتف ثاني داخل هاتفك بمساحة ثانية وهمية، تستطيع من خلالها يعني أن تقوم بتثبيت تطبيقات أخرى، وضع صور أخرى، فيديوهات إلى غير ذلك. أي شيء تريده في هاتف ثاني داخل هاتفك لا يستطيع أي شخص أن يدخل إليه. أعتبر هذا الدرس مهم بالنسبة لي أنا شخصيا، وأجمل ما يعني كنت قد شرحته لأنه أفادني شخصيا في تفادي مجموعة من الناس، بالخصوص بعض الأطفال الذين يستعملون كثيرا هاتفي عندما يأتون إلى المنزل. إخواني الكرام، بالتالي عبر هذا التطبيق الذي يدعى Private Me يعطيك خاصية إنشاء يعني هاتف ثاني، مساحة ثانية وهمية على هاتفك لا يستطيع أي شخص الدخول إليه فقط إلا أنت. فلاحظوا معي إخواني الكرام، سوف تفهم قيمة هذا التطبيق بعد استعماله. لاحظوا معي، فتحت يعني فتحت يعني كما سوف تشاهدون يعني الآلة الحاسبة، وأستطيع عمليات حسابية عادية. لكن إذا دخلت يعني الكود السري أستطيع إلى الدخول إلى الهاتف الثاني الذي أتوفر عليه يعني داخل هاتفي الرئيسي في مساحة وهمية ثانية يعطيها لك يعني هذا التطبيق، بحيث أنه أستطيع الدخول إلى واتساب ثاني، فيسبوك ثاني، ميسنجر ثاني، أي شيء تريده سوف نشرح كيف تضيفها. لاحظوا معي، مثلا دخلت إلى الميسنجر، الدخول مباشرة إلى الميسنجر وأتصفحه في هذا الهاتف الثاني في هذه المساحة الوهمية الثانية المخفية التي لا تظهر لأي شخص. نفس بالنسبة للواتساب، يعني أيضا متصفحك إلى غير ذلك إخواني الكرام. طيب، يعني سوف نشرح كيف تقوم بهذه الأشياء. قم بتحميل التطبيق الجديد والحصري، كما ذكرت أنا لا أقوم بالدعاية له، ولكن يعني وجدته رائع وأحببت أن أشاركه معكم. بعد يعني تحميل التطبيق فسوف تفتحه، وسوف يفتح بشكل عادي، يعني لن يظهر لك كآلة حاسبة، لكن سوف نقوم بتحويله إلى آلة حاسبة غير قابلة حتى لإزالتها، فقط أنت من تستطيع إزالة هذا التطبيق. طيب، يعني أنا شخصيا بعد الدخول إلى التطبيق يعني بعد التثبيت فسوف يدخل مباشرة إلى هنا. لكن حتى تقوم بإضافة تطبيقات يعني ثانية لإنشاء حسابات ثانية إلى غير ذلك وتصفحها، يعني وإخفاء يعني هذا التطبيق، فتضغط على بروتكسيون كما سوف تشاهد، ثم تختار الآلة الحاسبة. سوف يعطيك يعني إدخال أو الكود، يعني فأنصحكم بالآلة الحاسبة. بعد اختيار الآلة الحاسبة سوف يطلب منكم وضع الكود، ثم إعادة وضع الكود، وسوف يطلب منكم أيضا وضع بريدكم الإلكتروني حتى عندما يعني تنسى هذا الكود إخواني الكرام وتريد الدخول إلى صورك إلى غير ذلك، فسوف يرسل لك يعني الكود إلى البريد الإلكتروني في حالة نسيته. طيب، يعني فبعد القيام بهذا الأمر فسوف تتحول إلى آلة حاسبة كما سوف تشاهدون، وبالدخول إليه بالكود الذي عينته تستطيع إضافة تطبيقات أخرى. تطبيقات أخرى إخواني الكرام سوف تنشئ عليه حساب آخر، مثلا واتساب آخر برقم آخر إلى غير ذلك. فكأنك كما ذكرت تتوفر على هاتف ثاني كما سوف تشاهد، استطيع الدخول الواتساب، فيسبوك، ميسنجر إلى غير ذلك والتطبيقات التي تقوم بإضافتها. نفس الشيء بالنسبة للصور إخواني الكرام، فإذا دخلت إلى هذه الصور أستطيع وجود يعني الصور التي أريدها والفيديوهات التي أريد أن تظهر فقط في الهاتف الثاني بالضغط على هنا وسحبها مباشرة من الهاتف الخاص بي. مثلا هذه الصورة اضغط على هايد هنا وسوف يتم اضافتها مباشرة، وسوف يتم ازالتها في الهاتف الاول الذي يمتلكه الحين، يعني الذي هو انا هذا اخواني الكرام، واجدها فقط دائما على هذا الهاتف الثاني اخواني الكرام. طيب، الحين يعني كل هذه الاشياء ومجموعة من الاشياء حتى عمل يعني تسريع يمكن لك من خلاله هنا سوف تجد يعني جميع النوتيفيكيشن يعني الإشعارات الخاصة بالأشياء التي سوف تتوصل بها، ألبوم هنا إلى غير ذلك. طيب، الحين يعني حتى تستطيع أيضا إخواني الكرام أن تقوم بجعل يعني التطبيق غير قابل للإزالة، لأنه أي شخص مثلا يمكن أن يقوم بإزالة الآلة الحاسبة. فلاحظوا معي، في حالتي أنا شخصيا في حالة أريد إزالتها غير موجود هذا الخيار، يعني خلاص أستطيع إزالته فقط أنا شخصيا. فسوف تقوم بالدخول إلى هذا القسم، ثم تضغطون على هذا القسم إخواني الكرام الثاني وتقوم بتفعيل هذا الخيار، بحيث أنك أنت من تستطيع إزالتها فقط.
يعني كما تشاهدون. بالتالي فأعتقد أنه يعطيك أيضا مساحة وهمية ثانية على يعني التطبيق حتى تثبت فيها يعني الأشياء التي تريدها إخواني الكرام. بالتالي فأعتقد أن هذا التطبيق مهم، مهم جدا. فقط إذا دعمونا بالضغط على اللايك وانشر الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع. ويعني لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا دون فيديو .5.com والإمام على صفحتنا على فيسبوك facebook.com/حرف 1984. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.